السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على أسماء بعض الأشياء التي تستعمل في الحياة اليومية. فمثل هذه الدروس ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله. فأولا الملابس، الملابس هما les vêtements، les vêtements، لي فيتمون. ونمروا نتعرفوا على بعض انواع الملابس. فسروال هو ان بونتالون، ان بونتالون، ان بونتالون. معطف ان مونتو، ان مونتو، ان مونتو. فستان اون روب، اون روب. تنوره une jupe، une jupe. جوارب des chaussettes، des chaussettes، des chaussettes. وحدة هو des chaussures، des chaussures. فانتبهوا جوارب هما des chaussettes، وحدة des chaussures. هذا بالنسبة للملابس. الآن ننتقلوا المنزل أو la maison، la maison. نمر نتعرفوا على بعض أجزاء المنزل. فغرفة هي une chambre، une chambre، une chambre. مطبخ une cuisine، une cuisine، une cuisine. حمام salle de bain، salle de bain، salle de bain. بهو un salon، un salon، un salon. نافذة une fenêtre، une fenêtre، une fenêtre. باب une porte، une porte، une porte. الآن عندنا الحمام أو salle de bain، صال دو بان. فغنتعرفوا على بعض الأشياء التي توجد في صال دو بان أو الحمام. فالصابون هو le savon، le savon، le savon. فرشاة الأسنان la brosse à dents، la brosse à dents، la brosse à dents. معجون الأسنان le dentifrice، le dentifrice، le dentifrice. جيل استحمام هو le gel douche، le gel douche، le gel douche. حوض الاستحمام la baignoire، la baignoire، la baignoire. المنشفة هي la serviette، la serviette، la serviette. هذا بالنسبة للصال دو بان. الآن نمروا للمطبخ أو la cuisine، la cuisine، la cuisine. ففي المطبخ توجد ثلاجة أو un réfrigérateur، un réfrigérateur، un réfrigérateur. يوجد أيضا فرن أو un four، un four، un four. خلاط un mixeur، un mixeur، un mixeur. غسالة الأواني un lave-vaisselle، un lave-vaisselle، un lave-vaisselle. حوض الغسيل ليفيي، ليفيي، ايفيي او ليفيي، وحوض الغسيل. موقد اون كويزينيير، اون كويزينيير. فبالنسبه للموقد هو الذي يظهر في الصوره او اون كويزينيير، اون كويزينيير. الان عندنا الارضيه او les aliments، les aliments،
لي زاليمون نمروا نتعرفوا على بعض الارجاء. فاللحم هو لا فيوند لا فيوند لا فيوند. الدجاج le poulet le poulet le poulet. سمك le poisson le poisson le poisson. الخبز le pain le pain le pain. الخضر هما les légumes les légumes les légumes. والفواكه هما les fruits les fruits les fruits. المشروبات هما les boissons les boissons les boissons. نتعرفوا على بعض انواع المشروبات او les boissons. فالماء هو l'eau l'eau. الحليب le lait le lait le lait. القهوة le café le café le café. شاي le thé le thé. فانتبهوا بالنسبة لو تي كنكتبوها بالتي اش le thé. العصير le jus le jus. و لو جو كنكتبوها باس اخر الكلمه ولكن لا تنطق لو جو. المشروب الغازي هو لو صودا لو صودا لو صودا. فقلنا المشروبات هما لي بواسون لي بواسون كنكتبوها بدو زيت. فبالنسبه للماء هو لو لو. الحليب لو لي لو لي. القهوه le café le café. شاي le thé le thé. العصير le jus le jus. كيقولنا اس لا تنطق le jus. والمشروب الغازي هو le soda le soda. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. تعرفنا فيها على اسماء الاشياء التي نستعمل بكثره في الحياه اليوميه. نتمنى درس اليوم تستفدوا منه وتشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. فكيف سبق وقلت مثل هذه الدروس ستساعدكم في اغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. ما تنساوش جيم او اعجاب الفيديو فهذا كيشجعني نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.